الدوري منذ 5 جولات، وكانت الخسارة قاسية لأنها أتت من يوه، ولكن ضرب الجزاء للظفرة وهنا العرقلة، ولكن ضرب الجزاء للظفرة وهنا العرقلة سجلها الظفرة يبعثها والجول. التقدم لأصحاب الأرض والجمهور. هنا الأمين الرباطي رمضان في والكرة في مكان، وبالتالي الهدف الأول الآن يأتي للظفرة، وواحد الظفرة لا شيء الشعب. تقدم الآن للظفرة عالية جدا، ولكن الظفرة فاجأ، كرة مستمرة، الله الذي لا يرحم، هذا الذي لا يرحم الظفراوي سوي الظفرة. هنا التمريرة اللي كانت من منتصف الملعب بلمسة، ولكن عبد الرحمن إبراهيم هو اللي أخذ ويرحم روبرت والتر مباشرة في يا سلام، ما فيها تسلل اللعبة الماضية. برافو برافو الدولي أحمد الثاني، والتر يضيف الهدف الثاني للظفرة لتصبح النتيجة بهدفين مقابل لا شيء الشعب. رمضان في مكان والكرة في مكان، والظفرة حتى الآن في أحلى مكان وفي أحلى. في الجولة الرابعة خسر من الموج الأزرق 3-2 وهو فريق النصر. أما الجولة الخامسة فإنه هي يا سلام هنا في الغربية والأفراح لفارس الغربية. 3-3-3. شاهد العرضية، شاهد العرضية. بعد ذلك الكرة تريد تدخل، الكرة تريد تعانق الشباك، وبالتالي رمضان ما لله حاول فيها، ولكنها على موعد مع التسجيل. وكبيرة يا ظفرة، كبيرة يا ظفرة، كبيرة كبيرة.